احنا اليوم جينا نتابع مباريات كاس العالم، جينا حتى نتفرج واحد غير شوي عن نفسيته وطلبنا جوا الحرب. يعني تمنا احنا شباب وصحيح عندنا الله يعني جوا غير تناسب هالشيء، بس واحد غير شوي نفسيته غير عن وضعه. القدم والأندية والفرق يعني لجأنا للقعدة بالمقاهي أنا والشباب ربعي وأصحابي، يعني ضمن الحصار والتهجير والغربة عن البلد، يعني ما منعنا إنه والله نشجع الأندية ونشجع الفرق، نتسلى نتفضل نضيع وقت.